خلاص بقى احنا زميلنا، وده اللي احنا كنا بنقوله ان دي تجربه يعني او دي حلقه تساعد اي حد محتاج يفكر في ديسيبلين، في نظام غذائي، في رجيم او دايت، سموه زي ما تسموه، يعني انه يتشجع ويبدا، ما ياخدش التجارب دي حرفيا كده زي ما هي، لكن يتشجع ويبدا. احنا زميلنا مصطفى الجوادي كلمنا دلوقتي وقال لنا هو انتوا ما خدتونيش معاكم ليه؟ مصطفى مر بالتجربه دي وحتى موجود معانا على التليفون. ازيك يا مصطفى؟ السلام عليكم استاذ شريف، ازي حضرتك؟ اخبارك ايه؟ الحمد لله تمام. معلش بقى، ما انت موجود معانا، فيعني ايه، ما حسيناش احنا لازم نكلمك نستدعيك تبقى ضيفنا. لا، ما انا بعد الخساسان الناس ما خدتش بالها مني كتير. صح. صح، دي حقيقه. انت نزلت من 170 ل 101؟ انا نزلت من 172 لغايه وزني دلوقتي بتكلم في حدود من 95 كيلو لغايه 98 كيلو. كسرت حاجز ال 100 خلاص؟ الحمد لله. هي دي كانت الصوره، دي كانت حوالي من 6 7 شهور بس. انا نزلت على مكمل 6 كيلو مكمل. الحمد لله الحمد لله. بس دي كانت بصراحه، كان الموضوع كان صعب، بس هو في الاول وفي الاخر موضوع اراده. 99% من الانسان اراده. انا كنت باكل اكل، اي حاجه باكلها في الشغل هنا كنا بناكل يعني. أيوة. كلام ما يتاكلش مع بعضه يعني. يعني بط وبط محشي وز والكلام ده. يعني احنا كنا بناكل كلام اكل تقيل قوي. الموضوع لما اتقلب لموضوع هيلسي، الموضوع فرق معايا جدا. فرق نفسيا كمان وفي كل حاجه طبعا. ومكمل ومش حاسس ان انت مكمل، ومش حاسس انه يعني ان انت متضايق، مش حاسس ان انت؟ لا خالص، انا مش متضايق خالص بصراحه. موضوعك انا عملت رجيم، زي في واحد استاذ كان موجود كان بيقول نفس الكلام. عملت رجيم قبل كده 3-4 مرات، بس المره دي كان والدي هو مفتاح السر، ان هو قال لي خس دلوقتي مفهوم. وانت في الثلاثينات بدل ما تخس على الاربعينات، يبقى عندك ضغط وسكر وقلب، هتغش هتضطر تخس غصب عنك. فالحمد لله. طب بقول لك ايه، اصل المشكله بقى انك بتكلم حد تبقى شغال معاه. بيقولوا لي دلوقتي انه انت برضه لما نخرج في حته ولا اوتنج ولا بتاع بتدب، ما بيهمكش. لا، ما دي حاجه ودي حاجه، دي نقره ودي نقره. طيب انا بشكرك يعني ان انت شاركتنا في الحقيقه التجربه دي. بس عايز اقول لكم كمان انه اي حد محتاج، اي حاسس انه قصته مهمه تستاهل انه يفخر بيها ويظهرها للناس، يقدر يبعتها لنا على صفحتنا على الفيسبوك.